للتغييرات. تغيرات النادي الاهلي النهارده وفاجئنا كولر، زي احنا مش متعودين انه يغير بدري، لكن غير النهارده في الدقيقه 62 خروج بدل امام 8 عاشور دقايق 8 دقايق متعودين في الدقيقه 70 خروج امام عاشور ونزول محمد مجدي قفشه، خروج وسام ابو علي ونزول بيرسي تاو، وكانت الاثنين بدلاء كانوا في نفس التوقيت. اكيد يا اسامه هي لظروف المباراه. وسام مش من اللعيبه، نوعيه اللعيبه اللي بتغير في الدقيقه 60 او الدقيقه 70. وسام ممكن نقول انه طمع في المباراه وحب ينشط النواحي الهجوميه، ففي الوقت ده حب لو وسام مش مصاب او راجع من اصابه مش هيتبدل، او هيتبدل في ال 85 في 87، مش بدري، مش في الدقيقه 62 يعني. بس كان بيفكر في المباراه القادمه. مظبوط، هو بيفكر في سلامه وسام الاكتر. ان انت يطلع من الملعب سليم ده بالنسبه لك مكسب. غاب فتره كبيره، 60 دقيقه او 62 دقيقه وقت كويس جدا تطمن عليه، بذل مجهود، لكن برضه لسه مش وسام. وده شيء طبعا هتلتمس الاعذار. طب الحته التغييره الداخليه اللي عملها في الملعب، نزول بيرسي تاو ودخل طاهر مهاجم وطلع بيرسي تاو، فيها جزء بس من الريسك كنت تيلا منه. ان لو بيرسي تاو ما عملش الواجبات الدفاعيه اللي كان بيعملها طاهر، لان كنت محتاج مسانده مع عمر. كان اكرم بيعملها كويس لما ينزل بيرسي تاو، اكرم هيميل اكتر اتجاه عمر كمان. زائد كمان الفورمه بتاعت عمر هي اللي تخلي المدرب من بره لما يشوف الباك اللي عنده بيقوم بالواجبات الدفاعيه والواجبات الهجوميه بشكل كويس، مش محتاج لمسانده كبيره فخلاص. ثانيا طاهر كان بذل مجهود عالي جدا على الخط في الحالات الدفاعيه وفي الحالات الهجوميه، فيطلع كراس حربه هيبقى نسبه الجري هتبقى اريح شويه. وطاهر اقوى في الالتحامات مع الاثنين الاستبارات، كان يقدر لو في من الفرص اللي تتاح بالنسبه له يقدر يسجل اهداف. وثانيا بيرسي تاو هيلعب في مكانه، عشان برضه ما يبقاش ليك ان انت اعذار انت لعبتني راس حربه، لان انا بلعب في الجناح. لا، انا كده انت بتلعب في مكانك. زي ما اتحط رضا سليم في 10 دقائق في مباراه البنك بدأته مباراه مهمه زي النهارده، كان برضه نفس الكلام لبيرسي تاو. لا، ده في مساحه اكبر، ده انت بتتكلم في 30 دقيقه. يعني تشوف بيرسي تاو في مكانه في اكتر من نص ساعه، ده برضه كان شيء مهم بالنسبه له. وبرضه جاهزيه كل اللعيبه مسؤوليه الجهاز الفني اصلا. يعني جاهزيه كل اللعيبه والمنافسه ويخلى جو المنافسه، ما عدا اللعيب اللي شويه بيتاثر ان انا اكون لعيب اساس واقعد واقعد لفترات كبيره، او انا كنت كويس وقعدت وما يفهمش يعني ايه روتيشن، ما يفهمش يعني ايه تغيير. النهارده حسين انت مش قاعد عشان انت وحش. طب قبل ما اروح لحسين، النهارده امام عاشور خرج ادى 60 دقيقه المطلوب منه. نزول محمد مجدي قفشه لعمليه الاستحواذ على الكره في وسط الملعب، هو نفس الاتجاه اللي انا كنت هروح اتكلم فيه برضه. اللعيب اللي بره زي ما اتكلم مثلا كابتن عادل على عمر يلعب باك رايت، يلعب باك ليفت، يلعب جناح في اليمين، يلعب جناح شمال، لعيب جوكر. المدرب عايز النوعيه دي من اللعيب، يعني النوعية دي مهم جدا للعيبة. قفشة، أنا قلت لك قبل كده على مجدي قفشة إن أنت ما عندكش حتة إن أنا حاليا إن أنا مش لعيب احتياطي. خلاص احنا في الكورة الكابتن عادل بيقول لك في تصنيف، في لعيب رقم واحد ولعيب رقم اثنين، هتظهر أكتر في الأندية في أوروبا، لأن خلاص أنت عارف أنت بتتعاقد مع لعيب برقم محترم، أنت مش جايبه عشان يقعد على الدكة. احنا هنا المستويات كلها كابتن عادل كلها قريبة. صح؟ والاسعار والارقام كلها برضو قريبه، فمش هيبقى عندك مشكله. وبالاخص الاهلي تمام، مش ما عندكش الفوارق الكبيره زي اوروبا يعني. فالاهم شيء بقى ثقافه اللعيب. تمام، والعقليه. انت اتكلمت على طاهر وكان بعيد في المباريات، والنهارده قرب وبدا يبقى هو الراجل اللعيب الاساسي. بدا بيرسي تاو يبعد، من مش مصلحه الجهاز الفني ان في لعيب نفسيا يبعد. لا، انت محتاج كل اللعيبه عشان المنافسه، ودايما خلي اللعيبه في اتجاه المنافسه لخدمه الفرقه. يعني انت مطلوب منك لما تلعب تبقى كويس، لما تلعب يبقى عندك انتاج في اللعب وتفيد فرقتك.